من الدرجة الثالثة للدرجة الأولى، ومن الدرجة الأولى على طول على المنتخب الوطني. مروان داوود يا جماعة لاعب نادي إنبي الحالي ولاعب المنتخب الوطني، كان بيلعب في نادي الشمس ودي كانت بدايته، وبعد كده باختصار راح رايح على النادي الأهلي لأن هو مواليد أغسطس 97. فطبعا في الفترة اللي كان فيها فضل سنتين في النادي الأهلي، الفترة اللي كان فيها لسبب قهري خلاص كده موضوع 97 ده انتهى خالص من النادي الأهلي، وبدأوا إنهم إيه يسرحوا أو يسوحوا اللعيبة على الأندية الأخرى. بعد كده رجع تاني لنادي الشمس، اللاعب خلاص من الدرجه الثالثه خلاص الراجل رضي بالامر الواقع، وكل الناس اللي بيلعبوا في الدرجه الثالثه او الرابعه عارفين حلمهم الوحيد ان هو ينتقل الى الدرجه الثانيه، وبعد الدرجه الثانيه الدرجه الاولى، مش بس الدرجه الاولى ومن الدرجه الاولى على المنتخب على طول. ولكن بعد الجد والاجتهاد اللي بذله اللاعب مروان داوود خلى حتى حلم طولان انه يبص عليه، وبعد ما اللاعب يروح للفريق البترولي ايضا الكابتن حلم طولان يتمسك جدا باللاعب ويخلي اللاعب يشارك، وشارك لاعب في على حد الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو ده في 4 مباريات مع الفريق البترولي في الدوري المصري 2021-2022. بعد كده بقى راح بص عليه مستر كيرش المدير الفني للمنتخب الوطني وقال له تعالى علشان اللاعب يسجل الهدف الثالث للمنتخب المصري امام منتخب الاردن في كأس العرب، والهدف طبعا اللي هو بالنسبه له مسيرته كلها في كوم، والهدف ده لوحده في كوم تاني خالص اللي هو هو انا موجود وانا ظهرت وبقى في نجم على الساحه الرياضيه، كل المواقع الكبيره على مستوى الوطن العربي كله كان بيتكلم على مروان داوود اللي هو اول ظهور ليه مع المنتخب باول هدف دولي ليه ايضا مع المنتخب. ده قصه يعتبر باختصار كده مروان داوود لاعب نادي انبي ولاعب المنتخب الوطني. تحب تقول ايه لمروان داوود؟ واشترك في القناه وفعل زر الجرس.